مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من مساء دي ام سي. النهارده حلقه يوم الخميس 14 ديسمبر، هنناقش فيها كالعاده العديد من الموضوعات، وهنفتح فيها العديد من الملفات ونحلل العديد من الاخبار. البدايه طبعا هتكون من الملف الابرز لهذا الاسبوع، وهو انتخابات الرئاسه المصريه في الداخل، واللي شهدت وشكلت ملحمه وطنيه شعبيه تحاكى العالم عنها. المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات قال إن الهيئة فعلت اختصاصاتها اللي كفلها لها الدستور في إدارة الانتخابات الرئاسية 2024، طبعا فيما يتعلق بتحفيز وتشجيع الناخبين على النزول والمشاركة. أكد كمان المستشار أحمد بن داري بأن الهيئة الوطنية للانتخابات يعني حدثت طرق توعيتها للناخبين بحقهم الدستوري في مباشرة الحقوق السياسية، ولجأت للعديد من الطرق والوسائل اللي من خلالها شعر المواطن المصري بأريحية كبيرة في الإدلاء بالصوت، ومكنته من إبداء الرأي في سرية لاختيار من يمثله. أيضا أضاف أن الهيئة اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات المهمة، كان منها إبرام بروتوكولات للتعاون وتفعيلها مع الجهات والوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، كمان الاهتمام بكل فئات المجتمع وبذوي الهمم من كل الحالات، وتوفير أيضا القضاء المشرفين على اللجان الفرعية، بحيث كان هناك قاضي على كل صندوق، وهو طبعا ما أعطى ضمانة كبيرة للمواطن لحياد القضاء. من المقرر كمان أنه تبدأ غدا الجمعة فترة البت في الطعون المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات في قرارات اللجان العامة إن وجدت، وطبعا بتستمر لمدة يومين فقط، هما الجمعة والسبت 15 و16 من ديسمبر الجاري. عشان نعرف أكتر من التفاصيل حول هذه يعني المعلومات وهذا الخبر، معانا الدكتور محمد مرعي مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بحضرتك معانا يا دكتور محمد. مساء الخير استاذ دينا وعلى كل الساده المشاهدين. انا بس مش دكتور يعني، استاذ محمد. ازاي حضرتك؟ بنرحب بحضرتك معانا. في البدايه حضرتك شفت ازاي الجهود الكبيره اللي بذلتها الهيئه الوطنيه للانتخابات من اجل خروج هذا المشهد الانتخابي الضخم اللي كل العالم تابعه باهتمام شديد؟ خلينا في البدايه نؤكد على شيء، ان خروج هذا المشهد الانتخابي بالصوره ان ابهرت الملايين المصريين، ولاقت حتى إشادة كبيرة في الخارج، وانعكست حتى في تغطيات الإعلام المحلي أو الإعلام الدولي، أو حتى في تقارير المنظمات اللي كانت معنية بمراقبة الانتخابات. كل ده في النهاية بيرجع لأداء الهيئة الوطنية للانتخابات. الهيئة الوطنية للانتخابات نستطيع القول أنها نجحت باقتدار في إدارة هذه العملية باحترافية كاملة، نجحت حتى في يعني ان الجميع لا يرى اي عوائق، مثلا سواء مش بنتكلم بس، خلينا نبدا حتى من وقت تصويت المصريين في الخارج. شفنا ازاي تصويت المصريين في الخارج يعني تم بكل سهوله ويسر، كانت جميع السفارات والقنصليات المصريه كانت مجهزه، وكانت في فكره الاجراءات نفسها كانت ماشيه بشكل سلس، يعني ما فيش اي شكوى سمعناها من اي مصري موجود في الخارج انه اتمنع مثلا، او كان في عائق ان هو يقوم بالادلاء بصوته. هذا الامر ايضا في الداخل المصري، شفنا المستشار احمد البنداري او رئيس الهيئه المستشار خالد بدوي، شفنا يعني مؤتمرات صحفيه طوال الوقت لاطلاع المجتمع، لاطلاع حتى الراي العام بكل الخطوات التي تتخذها الهيئه فيما يخص باجراءات تنظيم هذه العمليه الانتخابيه، أو لإطلاعهم على مجريات ما يحدث بشكل عام أثناء التصويت في الثلاثة أيام من التصويت في الداخل. أعتقد أن الهيئة زي ما قلت لسيادتك أن هو نجحت بشكل كبير جدا على مستوى حتى هنا، مش بس التنظيم، على مستوى التوعية العامة. شفنا الهيئة كانت معنية بأن تكون جزء من حث المصريين على المشاركه في هذا الاستحقاق المهم، وان يشاركوا او يستخدموا حقهم الدستوري في اختيار من هو رئيس مصر القادم. شفنا يعني شفنا لجان للمغتربين، يعني في ملايين من المصريين يعني من الصعب لديهم ان هو يرجع يروح يعني مكان اقامته عشان ينتخب.
مشهد الانتخابات الرئاسيه المصريه 2024 اللي هي وطنيه الانتخابات استحدثت يعني عدد اكبر من لجان المغتربين، واعتقد ده سهل كتير جدا على طبعا على نسبه كبيره جدا من المواطنين ان هم يشاركوا في هذا الاستحقاق. قراءتك لانعكاسات المشهد الانتخابي على الوضع السياسي المستقبلي في مصر؟ الانتخابات دي انا بعتقدها هي اهم انتخابات في تاريخ مصر في الحديث، خلينا حتى يعني نقول من بعد احداث ثوره يناير 25 في 2011 حتى الان، هذا السباق تحديدا يختلف كثيرا عن اي انتخابات ماضيه. نحن نتحدث عن اكبر نسبه مشاركه في شهادتها مصر، او قام يعني هناك مؤشرات بتقول ان هو النسبه ستزيد عن 65%، وهذه نسبه غير مسبوقه يعني على الاطلاق. الجزء الثاني احنا شفنا الادوات او القوى السياسيه التي كان لها دور كبير في خروج المصريين، يعني السياسه في النهايه مش مجرد هندعو الناس للتصويت فيخرجهم، لا، في احزاب سياسيه كانت موجوده على الارض، سواء احزاب مؤيده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، او المرشح الرئاسي فريد زهران او حازم عمر، او حتى الدكتور عبد السند يمامة. في احزاب اشتغلت على الارض من شهور او حتى اثناء الادعاء الانتخابيه، فبالتاكيد ده انعكاس ده في مستقبلا هيعظم من دور هذه الاحزاب في الحياه السياسيه وفي المجال العام المصري. على المستوى ايضا الاجتماعي والسياسي شفنا كان في دور مهم كمان هنا، يعني مشروعها كريم بان دلوقتي من 2019 حتى الان بنتكلم فيه ان هو يستهدف يعني تغيير او تحسين حياه 60 مليون مصري في القرى المصريه، خدنا خطوات كتيره جدا في هذا المشروع، فوجدنا حتى ان حياه كريمه كانت جزء حتى يعني حصلت على تصريح لرقابه ومتابعه هذه الانتخابات، وكان لها دور كبير ايضا في حشد او حث المصريين على الخروج للتصويت. وفكر والدور ده كمان جاي ان هو المؤسسه نفسها يعني في منجز او في يعني في شيء عملته على الارض الناس شعرت بيه في القرى المصريه يعني في كل ربوع مصر. اعتقد ان يعني من اهم تبعيات هذا السباق الانتخابي الهام سياسيا سنجد ان لدينا نظام سياسي اقوى مما سبق، سيكون لدى الشرعيه الدستوريه بهذا التصويت الكبير، واعتقد كمان سيكون مدعوما ايضا ب يعني ايه تعظيم يعني هو مدعوم ايضا بالشرعيه الشعبيه نفسها بهذا العدد الكبير، وسيكون لديه حتى القدره على مواجهه اي تحديات اقليميه يعني، وايضا سيكون لديه يعني ايه القدرة على مواجهة التحديات حتى الداخلية. طيب أستاذ محمد، يعني حضرتك قراءتك إيه للحياة الحزبية في الفترة المقبلة بعد هذا الكم من النضج السياسي والنضج في الحياة الحزبية اللي تابعناه من خلال الحوار الوطني واللي ترجم لهذه الانتخابات وهذا السباق الانتخابي؟ يعني كويس جدا حضرتك ذكرت الحوار الوطني، يعني نشاط الأحزاب اللي احنا شفناه بالشكل ده سواء الأحزاب المؤيدة أو المعارضة، ده كان متوافق أو ماشي في نفس مسار، أو تابعنا كلنا جلسات الحوار الوطني طبعا. كان في نقاش حوالين يعني حوالين هو الحياة السياسية أو قانون الأحزاب أو المشاركة السياسية أو غيره، أو كان في نقاش حوالين قانون المحليات يعني القضايا السياسية. بالتأكيد بعد انتهاء هذا السباق هذا الحراك سيستمر، النقاش المجتمعي ما بين الاحزاب السياسيه والقوى المجتمعيه باختلاف اتجاهاتها وتياراتها ستستكمل هذا الامر. اعتقد ان اذا نجح هذه القوى السياسيه واداره الحوار الوطني بعد استعاده نشاطه بعد هذا السباق، اذا نجحوا في يعني الخروج بتوصيه او بمشروع قانون خاص بانتخابات المحليات، اعتقد قد نشهد في نهايه 2024 انتخابات محليات. لدينا ايضا في 2025 و2026 عندنا انتخابات مجلس نواب، وعندنا كمان انتخابات مجلس شيوخ، فبالتالي في استحقاقات نيابيه او ستحتاج او يعني ايه ستعزز وتعظم من مشاركه هذه الاحزاب السياسيه.
تشتغل اكتر على الارض، يعني توسع من دائره قواعدها التنظيميه، تسوق اكتر لبرامجها السياسيه او فيما يتعلق بمختلف القضايا. طيب واحنا بنتكلم استاذ محمد عن ملف الانتخابات، يعني لا يمكن ان نغفل الاقبال الغير مسبوق كما ذكرت في هذه المشاركه، وفي هذه النقطه نتحدث تحديدا عن الاقبال في المحافظات الحدوديه اللي كان مشهد لافت للجميع، وطبعا ده مش ممكن ان احنا نفصله عن ابعاد اخرى استراتيجيه وامنيه. قراءتك لهذا المشهد في المحافظات الحدوديه؟ قراءتي خلينا نتكلم عن محافظتين، محافظه شمال سيناء وحتى محافظه مرسى مطروح تحديدا. شمال سيناء اعتقد الخروج يعني الكبير والواسع من اهالينا في شمال سيناء ده راجع ان الناس يعني ان هو اصبح هناك شعور عام بالاستقرار. احنا نتحدث بعد 2013 واسقاط نظام الاخوان، مصر مرت بموجه ارهاب كبيره يعني لم تشهدها من قبل، ونجحت الدولة المصرية في القضاء على هذا الإرهاب، وكان متركز أكتر، غير أن هو كان يعني كان في عمليات إرهابية بتمارس أو بتقام في الدلتا في القاهرة يعني في كل ربوع مصر، بس الاستهداف الأكبر كان موجود في شمال سيناء. فأهالي شمال سيناء كانوا جزء من هذه المعركة، يعني كانوا مساندين ل قوات الجيش وقوات الشرطة في مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية. أهالي سيناء كمان كانوا جزء من مشروع الدولة لإعادة التنمية بشكل كامل وبشكل مختلف عن أي عقود سابقة في شمال سيناء. فأعتقد أهالي شمال سيناء بمشاركتهم في هذا الاستحقاق هذا متوقع، هم يعني يصوتون من أجل اختيار رئيس قادر على استكمال هذا المسار، مسار التنمية، مسار تحقيق الأمن والاستقرار في شمال سيناء. إذا ذهبنا مثلا إلى مرسى مطروح، مرسى مطروح يعني خلينا نتكلم حتى عن المحور الغربي أو المنطقة الغربية كلها بشكل عام، في آخر 10 سنين شاهدنا أيضا هناك يعني طفرة كبيرة في المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، يعني بنتكلم على قطاع التعدين، قطاع حتى انشاء حتى مدن لو بتكلم مدينه العالمين الجديده مثلا، شوفي الخدمات والبنى التحتيه اللي اتعملت في مرسى مطروح وكل المحور الغرب كله، مشروعات على مستوى التنميه الزراعيه واصلاح اراضي. بنتكلم حتى يعني المغزى والمعنى من كل هذا ان هناك ما يدفع او ما دفع اهالينا في المحافظات الحدوديه ان يخرجوا ليختاروا رئيس يكون قادرا على هناك ما لمسهم بشكل مباشر من مشروعات تنمويه وايضا يعني امن قومي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد مرعي مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للدراسات الفكر والدراسات الاستراتيجيه، شكرا ليك على هذه المداخله. ونتحدث ما زلنا عن الانتخابات الرئاسيه المصريه 2024، وكان من بين الاشادات بسير العمليه الانتخابيه هي اشادات جامعه الدول العربيه بسير الانتخابات الرئاسيه وسهوله اجراءاتها. أكدت بعثة جامعة الدول العربية أن الانتخابات الرئاسية أتاحت للمواطن المصري ممارسة حقه الانتخابي بكل حرية، وأعربت عن ارتياحها للإعداد والتنظيم الجيد ولأجواء الهدوء والنظام اللي جرت فيها هذه الانتخابات. أشارت أيضا البعثة أن فترة الدعاية الانتخابية اللي امتدت إلى حوالي شهر جرت في بيئة هادئة وجو يسود الاحترام بين المرشحين، وذلك منذ بدايتها وحتى الصمت الانتخابي. أيضا كان متاح للمرشحين خلال هذه الفترة تنفيذ دعايتهم الانتخابية والأنشطة المتصلة بها وتعريف الناخبين ببرامجهم الانتخابية من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل. وأيضا قالت لجنة حكماء الكوميسا أن البعثة التابعة لهم حرصت على متابعة سير العملية الانتخابية في مصر ولاحظت وجود التسهيلات الكبيرة والتعاون الكبير من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ده طبعا من أجل تسهيل عمل المتابعين الدوليين. أيضا تعاملت مع الملاحظات التي كانت تصدر بشكل فوري، تم أيضا معالجتها ما أدى إلى أن تخرج هذه الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل السلس والديمقراطي اللي كلنا تابعناه.
أيضا أشادت بجهود الدولة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات من أجل تذليل العقبات المختلفة اللي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بإعاقتهم المختلفة وكبار السن من أجل الإدلاء بصوتهم وممارسة هذا الاستحقاق الدستوري الهام، ولابد من استمرار دعمهم حتى يتمكنوا من ممارسة استحقاقاتهم الدستورية في كل الانتخابات المقبلة. معنا المزيد من المتابعة حول هذا الملف النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بيكي، أهلا وسهلا. بصفتك البرلمانية في البداية، ازاي تابعتي سير العملية الانتخابية، التسهيلات اللي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات لكل المواطنين بشكل عام وللأشخاص ذوي الهمم أو القادرون باختلاف بشكل خاص؟ هو من الملحوظ الانتخابات دي التيسيرات اللي زادت للاشخاص ذوي الاعاقه والكبار السن. يعني انا تابعت، انا تقريبا عديت على معظم اللجان، انا من محافظه الشرقيه وعديت تقريبا على معظم اللجان وتابعت بنفسي وجود، ويمكن دي لاول مره، وجود كارت برايل للمكفوفين. كان قبل كده كان بيبقى اللي هم المكفوفين القاضي اللي بيساعدهم بنفسه، المره دي متوفر في كل لجنه كارت برايل. بنسبه تقريبا 99% كان متوفر الكراسي المتحركه، مش هقول 99%، لا كان بنسبه 100%، ما فيش لجنه ما فيهاش بدأ كرسي او اتنين كمان. عشان لو حد من ذوي الاعاقه او حد من كبار السن جاي ومش معاه الكرسي، لا انت ليك كرسي يسهل لك الامور. بقدر كبير جدا 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 كان متوفر الرمبات. وعايزه اقول لحضرتك حرفيا، انا في لجنه لقيت فيها كان فيه عدد حوالي سلمتين ثلاثه وما كانش متوفر رمب. انا عايزه اقول لحضرتك حرفيا الرمب اتعمل في خلال ساعتين. فعلا فعلا مجرد ما بلغت بس الرامب اتعمل على مدار ايام الثلاث ايام للانتخابات. من اول يوم، هو من اول يوم انا لاحظت فبلغت، فالرامب اتعمل في نفس التوقيت، يعني خلال ساعتين كان الرامب اتعمل. تيسيرا ليه بقى؟ لانه الفئه دي عايزه اقول لحضرتك انها من اكتر الفئات اللي كانت مهتمه جدا بالمشاركه الانتخابيه، طبعا على انها يكون ليها صوت وعلى انها تنزل وعلى انها تشارك. احنا عندنا هنا في الشرقيه في الزقازيق، انا اول يوم في الانتخابات عايزه اقول لحضرتك ان احنا كنا عملت مسيره بالاشخاص ذوي الاعاقه لحث الناس والمجتمع على المشاركه الانتخابيه. حضرتك متخيله المسيره دي كانت الساعه كام؟ 9 صباحا. احنا عملنا مسيره 9 صباحا، كلنا كنا اشخاص ذوي اعاقه، سواء اعاقات حركيه او بصريه او سمعيه. مسيره 9 صباحا تجولنا في شوارع الزقازيق كلها، لاننا مش بس هنشارك في الانتخابات، لا اعتقد ان دي كانت رساله. اعتقد ان دي كانت رساله للمجتمع المصري كله، انه يعني اكتر فئه ممكن يكون عليها الموضوع فيه مشقه شويه هي اكتر فئه من 9 الصبح في الشارع نازله تقول لك قهوه. من خلال مشاهداتك ومتابعاتك مش بس في محافظة الشرقية، بشكل عام من خلال اللي تابعتيه، إلى أي مدى شايفة أن هذه التسهيلات برأيك أدت إلى زيادة نسب المشاركة الكبيرة اللي تابعناها والغير مسبوقة لهذه الانتخابات؟ لا التسهيلات كانت غير مسبوقة. خدي بال حضرتك من حاجة، أن كل مرة الموضوع بيختلف عن المرة اللي قبلها. يعني المرة دي حاجة، المرة اللي قبلها حاجة، فكل مرة بناخد بالنا ايه المشكلة اللي حصلت فبنتفاداها. يعني كان من ضمن العقبات اللي كانت بتقابلنا موضوع كارت برايل في اللجان. المرة دي في الانتخابات كارت برايل اتوفر وبقى اي واحد سفير بيدخل ينتخب بمنتهى الاريحية من غير ما يحتاج لحد. فلا التيسيرات دي ساعدت بنسبه كبيره كبيره. يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان الاشخاص ذوي الاعاقه المره دي كان عندهم حماسه غير طبيعيه للمشاركه السياسيه. ليه؟ لما لقوه في يعني من في الفترات السابقه من اهتمام، من تواجد. خدي بال حضرتك من حاجه، لاحظي كده في الفترات الاخيره اي مشاركات مجتمعيه كنت هتلاقي فيها تمثيل من الاشخاص ذوي الاعاقه. حقيقي. فلا التيسيرات كانت يعني من اكتر الحاجات اللي ساعدت.
انا النهارده لما اكون عارفه ان انا رايحه لجنتي وانا عندي الطريق ميسر، انه انا مش هحتاج لحد يساعدني، ان انا لو فاقد البصر هدخل انتخب منتهى الاريحيه ومش هحتاج حد مفيش عقبات بتواجه الاشخاص لا. ذوي الهمم. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده النائبه هند حازم عضو مجلس النواب، شكرا ليكي على يعني تفضلك وشرحك لهذا الامر. هنتحول الى رئاسة الجمهورية، واليوم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس استهل الاتصال بتجديد التهنئة للمملكة الشقيقة شعبا وقيادة بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية، متمنيا استمرار التقدم والازدهار في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ايضا تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وأثنى الزعيمان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين والقيادتين وانعكاسها على التطور المستمر في العلاقات، مؤكدين أهمية استمرار العمل على توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات. أيضا تطرق الاتصال إلى الأوضاع في قطاع غزة، وتم استعراض الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتم التوافق أيضا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنقاذ مقررات أو إنفاذ مقررات الشرعية الدولية، على رأسها طبعا قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. وما زلنا نتحدث على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دخل يومه 70 ولا تزال الانتهاكات والجرائم والمجازر الإسرائيلية مستمرة في حق الشعب الفلسطيني، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ما يقارب من 18800 شهيد وقرابة 51000 مصاب من 7 أكتوبر وحتى اللحظة. أيضا دخل الاجتياح الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها يومه الثالث مع اشتداد العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، وبات بالطبع الوضع الصحي في المدينة صعب للغاية، خاصة طبعا مع الحصار المفروض على معظم المستشفيات. كمان بيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير منازل المواطنين في مخيم جنين ومحال تجارية باستخدام القذائف المدمرة وكذلك طائرات مسيرة لقصف المدنيين. من جهتها قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن القوات الإسرائيلية بتشن هجمة شرسة على المستشفيات في المدينة، تحاصرها وتعرقل وصول الجرحى إليها، وبتقوم بتفتيش واعتقال كوادر عاملة في المستشفيات. أيضا أضافت إن القوات بتعتدي على مركبات الإسعاف وتطلق النار عليها وتقوم بتفتيشها وعرقلة حركتها في منتهى الإجرام والوحشية. الاحتلال الإسرائيلي أيضا حول مستشفى كمال عدوان في غزة إلى ثكنة عسكرية ومسرح لعملياته العسكرية، ويطالب تحت التهديد إخلاء الجرحى والمرضى إلى المجمع الشفاء الطبي طبعا اللي بيفتقر بالفعل إلى كل المقاومات العلاجية، وهذا يشكل يعني إعدام للمرضى فيه وفق ما قالت وزارة الصحة في غزة. اعتقل الاحتلال 70 من الطواقم الطبية والجرحى على رأس مدير المستشفى، مع تهديد حوالي 12 طفل في العناية المركزة نتيجة عدم توفير يعني الحليب للأطفال وأجهزة دعم الحياة وما إلى ذلك. خلوني نعرف أكتر عن الوضع الآن في قطاع غزة مع الأستاذ الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. مساء الخير يا دكتور محمود. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. يعني بداية اخر التطورات لديكم بشكل عام والوضع الصحي بشكل خاص. كل الوضع الانساني يزداد مأساوية في قطاع غزة. هناك افتقار لأبسط مقومات الحياة الإنسانية الطبيعية. لا ماء كافي ولا كهرباء ولا مواد غذائية تكفي احتياجات المواطنين، ولا دواء ولا معدات طبية ولا قدرة لدى المؤسسات الصحية والمستشفيات للتعامل مع الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة. حصار إسرائيلي مطبق، تقطيع لأوصال القطاع من الشمال إلى الجنوب إلى الوسط،
منع للدخول ما يكفي من الاحتياجات الإنسانية، هذا فضلا عن استمرار القصف والعدوان والقتل اليومي والإرهاب وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني. الوضع باختصار عبارة عن مأساة إنسانية حقيقية، إذا لم يتدخل العالم نحن سنواجه كارثة أكبر مما هي عليه الآن. طيب دكتور محمود، ما هي أكثر المدن المتأثرة يعني صحيا وإنسانيا، الوضع الصحي والوضع الإنساني، وأكثر المدن اللي نزح إليها المواطنين من الشمال؟ أولا كل القطاع متأثر سلبا بالعدوان الإسرائيلي من الشمال إلى الجنوب. المنطقة الجنوبية هي الآن الأكثر اكتظاظا بالمواطنين بسبب نزوح أعداد كبيرة من شمال قطاع غزة إلى المنطقة الجنوبية، إلى منطقة الوسط والجنوب، خان يونس ورفح. أكثر من يمكن أن نقول 1,800,000 فلسطيني موجودين في هذه المنطقة، وما تبقى في شمال قطاع غزة هو أعداد قليلة نسبيا بالقياس إلى الأعداد التي كانت موجودة فعلا في المنطقة الشمالية قبل العدوان. المستشفيات المنطقة الشمالية تقريبا متوقفة عن العمل تقريبا. هناك ضغوط إسرائيلية عليها وعلى الطواقم الطبية، منع دخول المعدات الطبية، منع الحركة الحرة لسيارات الإسعاف. بالكاد يمكن التعامل مع ولو جزئيا مع الوضع الإنساني الكارثي. الضغوط في المنطقة الجنوبية بسبب نقص الإمدادات، نقص المواد الغذائية، نقص المياه، انعدام الكهرباء تماما، تقريبا انعدام الوقود وغاز الطهي وغير ذلك، فضلا عن أن المستشفيات في المنطقة الجنوبية، مستشفى شهداء الأقصى، مستشفى ناصر، المستشفى الأوروبي، مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، لا تستطيع أن تلبي الاحتياجات المتكاثرة المتزايدة الواردة إليها من جرحى ومرضى وغير ذلك. أيضا دكتور محمود، يعني انقطاع الاتصالات والإنترنت للمرة الخامسة في قطاع غزة، وحضرتك تصحح لي الرقم أو عدد المرات، إلى أي مدى يؤثر على سوء الوضع أو ينعكس على سوء الوضع وخاصة الصحي في القطاع؟ حتى لو لم يكن هناك انقطاع كامل، فالاتصالات حتى إذا كانت موجودة فهي صعبة للغاية داخل القطاع. يعني نحن بالكاد نستطيع أن نتواصل مع المواطنين في قطاع غزة ومع احتياجاتهم، لو حدث اتصال ينقطع الاتصال في أول المكالمة، وحتى المكالمة يعني تكون متقطعة وغير واضحة. الأمور باختصار نحن نواجه كارثة في قطاع غزة، كارثة إنسانية حقيقية. طيب على المستوى السياسي، كيف يعني ترى الموقف الأمريكي الآن من الحكومة الإسرائيلية ومهاجمة بايدن للحكومة التي وصفها بالمتشددة في إسرائيل ومطالبته بتغيير هذه الحكومة وحلها؟ قراءتك للمشهد سياسيا، وإلى أين يمكن أن يأخذ الوضع؟ هذه تصريحات خادعة يجب ألا نعول عليها كثيرا. ما يهمنا هو ما نراه على الأرض، ما نراه على الأرض حتى لو كان هناك تباينات شكلية ظاهرية بين المواقف الإسرائيلية والأمريكية، لكن ما نراه على الأرض هو تبني أمريكي كامل للعدوان الإسرائيلي، بل ودعم وقرار العدوان موجود في أمريكا مش موجود في إسرائيل. واللي بتبنى العدوان وبيعطيه الزخم وبيعطيه القوة وبيعطيه مادة الحياة هو الإدارة الأمريكية، اللي حمى الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن قبل أيام قليلة هو الإدارة الأمريكية، اللي أعطى إسرائيل أكثر من 22,000 قنبلة وصاروخ قصفت بها قطاع غزة خلال فترة الشهرين، هو أمريكا الذي يمد إسرائيل بوقود الطائرات التي تقصف وبوقود الدبابات
وبالمعدات العسكرية والذخائر والأسلحة هو أمريكا. وبالتالي ما فائدة أن نسمع كلاما عن اختلافات بينما على الأرض نرى تبنيا كاملا من جانب الإدارة الأمريكية للعدوان الإسرائيلي. ولكن التغيير في اللهجة السياسية والخطاب السياسي لعدد من الدول الغربية، ألا تعولون عليها في الوصول إلى يعني نقطة لإنهاء هذا الصراع ربما؟ أو هذه الحرب يعني عفوا ليس صراع. يعني نحن نعول على المواقف الدولية بكل تأكيد. ونوليها اهتماما كبيرا. لأن الرأي العام العالمي وتغير الرأي العام العالمي وتحوله باتجاه دعم الحقوق الفلسطينية نقطة مهمة ومركزية ومحورية، ولكن حتى الآن لم يصل زخم المواقف الدولية إلى الحد المطلوب. يعني حتى أضعف الإيمان اللي مطلوب من الدول الغربية والحكومات الغربية أن تتخذ إجراءات سياسية على الأقل، على الأقل مواقف سياسية، مع الأسف حتى الآن لا نرى إلا يعني تصريحات، تعبير عن القلق في مواقف شعبية في أوروبا، حتى في أمريكا لافتة ومتطورة، ولكن لم نصل بعد إلى النقطة التي نتوخاها ونأمل أن نصل إليها من حيث زخم الدعم الشعبي والرأي العام العالمي للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، ومن تصدي للهجمة الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي على شعبنا. نأمل ذلك في القريب العاجل. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني على هذه المداخلة وهذه التحليلات في الشأن الفلسطيني. وما زلنا نتحدث عن الشأن الفلسطيني، واليوم طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بضرورة إدانة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واللي تدعو إلى بقاء الاحتلال بدلا من حل الدولتين. وقالت الوزارة أن بحث نتنياهو عن سلطة مدنية من اختياره لحكم قطاع غزة هي أوهام واستمرار لعقلية الاحتلال مدينة حرب الإبادة الجماعية اللي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع، واللي ما زالت تعتمد سياسة تعميق الكارثة الإنسانية واستهداف جميع مناحي الحياة المدنية والإنسانية داخل قطاع غزة. تصريحات نتنياهو بتأتي طبعا وسط خلاف متصاعد بين الولايات المتحدة وإسرائيل واللي تحدثنا عنه الآن بخصوص هذه الحرب، ويواجه نتنياهو ضغوط شديدة طبعا من جانب الإدارة الأمريكية خاصة بعد دعوة جو بايدن الرئيس الأمريكي لتغيير الحكومة الإسرائيلية اللي وصفها بالمتشددة، خاصة بعد تحذيره من أنها تفقد دعم المجتمع الدولي نتيجة للقصف العشوائي على القطاع. وبالتزامن مع هذا الخلاف بيزور مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إسرائيل لمناقشة تطورات الحرب في قطاع غزة، وصحيفة هارتس الإسرائيلية قالت إن هناك حالة من القلق بتسود القيادة السياسية في إسرائيل حيال احتمال وضع الولايات المتحدة لسقف زمني لإنهاء هذه الحرب، حيث من المفترض أن سوليفان يعني يفرض على الإسرائيليين موعد محدد لإنهاء الحرب، وهو ده اللي توقعته صحيفة هارتس الإسرائيلية. لمزيد من التفاصيل حول الخلاف الأمريكي الإسرائيلي الأخير معانا الأستاذ عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني. برحب بحضرتك معانا سيد عبد المهدي. أهلا وسهلا بك والسادة المشاهدين. بطبع تابعت ما طرحته صحيفة هارتس الإسرائيلية، من خلال ما تم طرحه هل تسعى الإدارة الأمريكية بشكل جاد لإجبار إسرائيل على وضع سقف زمني لحربها في قطاع غزة، أم كيف تفسر هذا الموقف الأمريكي الأخير؟ يعني أولا ما طرحته صحيفة هارتس هو ليس جديدا، هذا الأمر تحدثت عنه حتى مراكز الدراسات الإسرائيلية. ربما صحيفة هارتس تذهب إلى اليسار بشكل أكبر، لذلك تعطي الأمور أشكالا مختلفة، لكن دعينا نحدد بالضبط ما هي أوجه الاختلاف وما هي أوجه الاتفاق بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. الأوجه الاتفاق المتفق عليه بين الإدارة الأمريكية وحكومة إسرائيل هو الحرب وأهدافها بدون أي يعني بدون أي رتوش،
الخلافات هي على المدى الزمني، الخلافات هي على حجم وكمية المساعدات الإنسانية، الخلافات على عدد الشهداء والضحايا، الخلافات على، وهي الأهم، الخلاف الرابع وهو اليوم التالي للحرب. الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل، أو إدارة بايدن بالأحرى قدمت لإسرائيل عناق، وهذا عناق كبير ومساعدة كبيرة، هذا له ثمن. نتنياهو لم يبدي في بداية الحرب، ولم يبدي ولا الإدارة الأمريكية أي شكل من أشكال الخلاف. بدأت أشكال الخلاف تظهر عندما بدأ وكثر الحديث عن اليوم التالي للحرب. هناك رؤية أمريكية تتفق مع حلفائها في المنطقة وتتفق فيها مع عدة دول بهدف أن تصبح هناك مرحلة من الممكن أن نتحدث فيها عن إنهاء هذه الحرب أو جولات الحروب، تمهيدا ووصولا إلى الرؤية الشاملة وهي الدولة الفلسطينية. بينما نتنياهو الباحث عن حياة سياسية أو إبقاء نفسه في إطار الحياة السياسية، وخوفا من دخوله إلى السجن بسبب قضايا الفساد وأيضا المسؤولية عن هذه الحرب، لا يجد أمامه إلا أن يتمسك بائتلاف اليمين المتطرف. لذلك هو يدرك تماما أن ثمن هذا هو معارضة ما يتم طرحه من الإدارة الأمريكية. لذلك إذا لاحظنا أن هذه التصريحات من نتنياهو ربما بدأت بشكل متواتر وسريع خلال الأسبوع الماضي، وهذا استدعى من الرئيس الأمريكي بنفسه أن يرد على هذه التصريحات وأن يقولها بشكل علن، إنه إما أن تفكك هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وإما أنك يعني بما معناه أنك لن تلقى دعما، أي أنك ستذهب أنت أيضا خارج الحلبة السياسية. وهذا استدعى من نتنياهو أن يزيد أيضا من التصعيد، لأنه يدرك أنه لا خيار له آخر إلا التمسك بال64 عضوا في الكنيسة حتى يبقى بعد الحرب، هو كل استراتيجيته مبنية على هذا الأمر. لذلك هذا التباين خرج للعلن، وتعمدت الإدارة الأمريكية أن تخرجه للعلن حتى تزيد من الضغوط على إسرائيل. فيما يتعلق بإنهاء الحرب، الخلاف هو حول، كان منذ الأسبوع الماضي عندما جاء بلينكن كان الحديث الإسرائيلي عن 4 أشهر والحديث الأمريكي عن 4 أسابيع. بضعة أسابيع أي في حدود شهرين. الآن تحولت إسرائيل أو مجلس الحرب ووضع خطة تتواءم مع المطالب الأمريكية ويعرضونها على سوليفان اليوم أو عرض. وهذه الخطة تتحدث عن أنه خفض الحرب، بمعنى أنه القصف الشديد والشكل الموجود الآن من الحرب سينتهي في شهر يناير 2024، ثم بعد ذلك تستمر إسرائيل في تواجدها المؤقت الذي أيدته الولايات المتحدة بالمناسبة، تستمر في وجودها المؤقت وفي شكل هجمات خاطفة حتى لمدة أطول. وهذا ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية، خصوصا أنه لدى الرئيس الأمريكي حملة انتخابية ستكون خلال هذه النقطة. يعني أخذتنا لفكرة ما بعد الحرب، ماذا عن الموقف الإسرائيلي وماذا عن الموقف الأمريكي أو التوجهات الأمريكية والتوجهات الإسرائيلية في الموقف ما بعد الحرب؟ يعني أنا لا أريد أن نشغل أنفسنا كثيرا في الوقت الحالي بمواقف هذه الحكومة. أنا باعتقادي أنه عندما تنتهي الحرب وعندما تتشكل أو تبقى حكومة واضح أنها غير مهتزة وتصبح تحمل قرارا في إسرائيل، من الممكن أن يكون هناك حديث أكثر وضوحا عن هذه الحرب. يتميز نتنياهو بأنه مراوغ ويستطيع أن يغير مباشرة آراءه، قد يصعد الآن في حديثه لإبقاء الائتلاف حتى انتهاء الحرب، وربما بعد انتهاء الحرب أن يتخلص من بن غفير وسموتريتش ويوسع الحكومة، وبذلك يكون قد ضمن بقاءه على الأقل هو سياسيا، أو حصل على صفقة مع الإدارة الأمريكية تجنبه طبعا مع الأطراف الأخرى في المعارضة الإسرائيلية، تجنبه على الأقل النهاية التي لا يرغب بها وهي الدخول السجن بسبب القضايا التي مرفوعة ضده. طيب قبل الحديث عن ما بعد الحرب، يعني حضرتك قلت إن ده مستبعد
في الوقت الحالي. إلى أي مدى ترى أن الموقف الأمريكي واللي تبنته أو أثر على بعض المواقف الغربية أيضا، تأثير هذا مع الداخل الإسرائيلي الذي هو مشتعل بالفعل، إلى أي مدى ربما سيؤدي ذلك إلى وقف لهذه الحرب في مدة زمنية قصيرة أو قريبة؟ يعني أولا أنا يعني عادة أستند إلى استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الدراسات الإسرائيلية عن الداخل الإسرائيلي. الأسبوع الماضي كان هناك الاستطلاع الثاني لمركز أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، وتحدث فيها عن أن هناك 90% من الجمهور الإسرائيلي مع استمرار الحرب، 70% منهم مع تغيير التكتيكات، لكن فكرة استمرار الحرب 90% من الجمهور الإسرائيلي معها بمختلف توجهاتهم، سواء كانوا يمينيين أو وسط أو حتى اليسار. وهذا أمر يؤشر إلى مدى انزياح المجتمع الإسرائيلي وتطرقه، وربما هذا رد كرد فعل على ما حدث، العملية التي حدثت في 7 أكتوبر. بالتالي الانتظار أن يحدث تغييرا جذريا الآن لا أعتقد أنه سيحدث من الداخل الإسرائيلي. حتى الآن لم تتبلور موقف شعبي ضد الحرب نفسها، ربما هناك بعض الخلافات على قيادة نتنياهو للحرب، بعض الخلافات على موضوع المحتجزين، هل نجري المفاوضات ثم نكمل الحرب أم نكمل، يعني تفاصيل مثل هذه. لكن إجماع داخل الشارع الإسرائيلي أو تحرك داخل الشارع الإسرائيلي لإيقاف الحرب غير موجود، ولا توجد أي مؤشرات عليه في الوقت. وحضرتك تحدثت عن يعني ملف المحتجزين، هل تتوقع صفقة جديدة للأسرى عن قريب أم الأمر مستبعد؟ أنا باعتقادي أنه ستكون هناك صفقة، وربما تتزامن هذه الصفقة مع أعياد الميلاد لأسباب كثيرة. أولا إسرائيل والولايات المتحدة بحاجة إلى هذه الصفقة لتبريد الانتقادات والتظاهرات التي تجري في العالم عما يحدث، وتخفيف الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. الأمر الثاني أنه ربما انتبهنا خلال 10 أيام الماضية، كانت المرة الأولى التي يتحدث فيها البابا فرانسيس عن الحرب في غزة، عندما استقبل عددا من أسر فلسطينيين كانوا في غزة. وندرك أنه في العام الانتخابي لبايدن من المهم جدا أن يلبي طلب الكنيسة الكاثوليكية لتأثيرها أيضا على بعض الأصوات في الولايات المتحدة. لذلك أنا أتوقع أن تكون في فترة أعياد الميلاد هدنة تتضمن إجراء صفقة تبادل مع معايير جديدة للمحتجزين والأسرى. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. أستاذ عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هنطلع لفاصل قصير ومن بعده نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ونرجع للشأن المحلي المصري. والنهاردة قررت وزارة التجارة والصناعة تمديد قرار حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر جديدة إلا الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية واللي بتقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وطبعا بعد موافقة وزير التجارة والصناعة. الحكومة كانت قررت حظر تصدير السكر في شهر مارس 2023، وفي شهر يونيو الماضي مددت الحكومة الحظر لمدة 3 شهور إضافية لضمان طبعا توفيره بأسعار مناسبة للمواطنين. قرار مهم جدا. أيضا كمان جاء هذا القرار يعني من ضمن إجراءات عديدة في مجلس الوزراء، كان في إجراء تم الموافقة عليه بتسعير السلع أيضا داخل المصانع، ويتم طباعة هذا التسعير داخل المصنع على كل المنتجات والسلع حتى تضمن عدم يعني مغالاة في الأسعار من قبل التجار. في خبر كمان وخطوة مهمة جدا في طريق الرقمنة والميكنة، النهاردة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعلنت تفعيل ووضع ماكينات آلية
تي في ام دورها صرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظه التذاكر. الماكينات دي تم تركيبها على جميع محطات الخطين الاول والثاني، وهتكون عباره عن شاشه سهله الاستخدام للجميع بتعرض بيانات امكانيات المكنه من خلال اللغه العربيه ايضا اللغه الانجليزيه، وهيمكن للمستخدم التبديل بينهم حسب الاختيار اللغات يعني. طيب خدمات كتيرة هتقدمها هذه الماكينة، إيه هي الخدمات دي؟ هي هتتيح بيع التذاكر للرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة. هتتيح أيضا الماكينات بيع وشحن محفظة التذاكر، هتتيح كمان تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر، وبتقبل المكنة عملات ورقية من فئات 5 و10 و20 جنيه و50 و100 و200 جنيه، وأيضا عملات معدنية فئة الجنيه والنصف جنيه. خلونا نعرف أكتر عن هذه الخدمات وهذه الماكينات التي في ام اللي هيتم إصدارها من الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو. معنا الأستاذ أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق. برحب بحضرتك أستاذ أحمد. برحب بشكرك يا فندم وكل سادة المشاهدين والمستمعين يا فندم. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني في البداية الماكينات دي دورها إيه؟ ايه الخدمات اللي هيتم اتاحتها من خلال الماكينات لو توضح لنا بشكل اكتر، وهل تم اتاحتها في كل المحطات التابعه للخطين الاول والثاني ولا لسه بيتم تطبيق ده؟ خلينا اول احنا نكون يعني نتعرف على اول، احنا الشركه المصريه لاداره وتشغيل مترو الانفاق المسؤوله عن تشغيل محطات الخط الاول ومترو. أستاذ أحمد حضرتك سامعني؟ اتفضل يا فندم اتفضل. أي يا فندم اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك احنا الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مسؤولين عن الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة مترو المرج الجديدة، والخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب. طبعا احنا عندنا الخط الأول تم افتتاحه عام 1987، يعني بقاله حوالي 36 سنة، والخط الثاني من 1996 يعني حوالي 27 سنة. طبعا احنا في عصر مع فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تطوير المحطات الخط الاول والخط الثاني، وبيتم تطويرهم طبعا بجهد كبير من معالي الوزير الفريق كامل الوزير والهيئه القوميه للانفاق مع المهندس علي الفضالي رئيس المترو والعضو المتدرب للتنفيذي للمترو هو المهندس خالد صبرا. احنا حضرتك كان النهارده احنا بنتكلم على ماكينات تم تركيبها وتشغيلها النهارده، الماكينات اللي هي تي في ام دي بتصرف التذاكر اليا بعيد عن العنصر البشري نهائيا. احنا تم تركيب هذه الماكينات في المحطات الخط الاول والخط الثاني، ركبنا حوالي 50 محطه او 50 مكنه في محطات الخط الاول. احنا عندنا الخط الاول حوالي 35 محطه، ركبنا حوالي 50 مكنة، والخط الثاني اللي هو 20 محطة ركبنا 36 مكنة. الخط الثاني والخط الأول الماكينات دي طبعا النهارده ركبناها، والمهندس علي الفضالي مع المهندس خالد صبرا نزلوا النهارده تفقدوا مع قيادات المترو محطات المترو اللي ركب فيها الماكينات. الماكينات دي هتتيح للركاب ان هو يشتري تذكره الرحله الواحده حتى 10 تذاكر، يعني لو راكب عايز 10 تذاكر بيطلب 10 تذاكر بيطلعوا له 10 تذاكر. وفي نفس الوقت في محفظه اسمها محفظه التذاكر. ايه تفاصيل محفظه التذاكر وازاي الراكب ممكن ان هو يحصل عليها؟ المحفظه يا فندم بتتباع في كل محطات المترو في جميع منافذ صرف التذاكر، ثمنها 25 جنيه. المحفظه ديت عامله زي الكارت الذكي بيشحن فيه زي الموبايل بالظبط، تشحن ب 50 تشحن ب 100 تشحن ب 200 جنيه. تركب الرحله بدل ما يشتري تذاكر من على شباك التذاكر ويقف في طابور، لا بيركب على طول بالتذكره ويتخصم من الـ من الـ من الكارت نفسه او من المحفظه نفسها. المكن الجديد اللي هو التي في ام بيشحن الكارت اللي هو المحفظه، يعني اللي هو المحفظه دي هو كارت الذكي ده بيتم شحنه من خلال المكنه، ما يقفش على شباك التذاكر وما يقفش في طوابير، بيشحن وهو واقف. في نفس الوقت الاشتراك المترو طبعا في اشتراكات عندنا، اشتراكات طلبه، اشتراكات موظفين اللي هو الجمهور، اشتراكات شرطه، اي اشتراكات مترو بيتم تجديدها من خلال الماكينات، اما بيتم استخراجها من خلال شبابيك التذاكر، يعني لاول مره هيستخرج الاشتراك
بيطلعوا من شباك التذاكر، لان بيبقى فيه استماره، بيبقى فيه صوره، بيبقى فيه ختم نسر، بيبقى فيه اختام، بيبقى فيه صوره البطاقه، بيبقى فيه معلومات او تحديث بيانات بيتتم من خلال الموظف اللي موجود في محطه المترو في شباك الاشتراكات. اما لما يجي يجدد ممكن يجدد من خلال ماكينات التي في ام. يبقى احنا كده قلنا ان هي بتبيع وبتشحن محفظه التذاكر، قلنا ان هي بتبيع تذكره الرحله الواحده حتى 10 تذاكر في العمليه الواحده، بتقبل جميع العملات من 5 جنيه و10 جنيه و20 و50 و100 و200، وبتقبل العملات المعدنيه اللي هي الجنيه والنص جنيه، وبيتم شحنها من خلال ماكينات التي في ام دي. بيتم شحنها يا فندم الاشتراك. ايوه الاشتراك بيتم تجديده من خلال تي في ام، وبيتم شحن الكارت اللي هو محفظه التذاكر من خلال ماكينات التي في ام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التفاصيل استاذ احمد عبد الهادي المتحدث باسم شركه مترو الانفاق او اداره وتشغيل المترو، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وهنعود مره اخرى للاستاذ متى بشير رئيس لجنه التجاره الداخليه بشعبه المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجاريه، وخبر يعني مد حظر تصدير السكر 3 اشهر من قبل وزاره التجاره والصناعه. برحب بحضرتك معانا مهندس متى. اهلا بينا، مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم. في البدايه لو تشرح لنا القرار ويعني السياق اللي تم تجديد فيه حظر تصدير السكر لثلاث اشهر اضافيه. طبعا النهارده وزاره التجاره والصناعه طلعت قرار بحظر تصدير السكر لمده ثلاث شهور. نفس القرار برضه طلع في مارس السنه دي. ده كل ده عشان خاطر نسد الفجوه اللي هي ادت الى انفلات الاسعار، ان كيلو السكر وصل 55 و60 جنيه. اسباب الارتفاع اصلا يا فندم؟ اسباب الارتفاع عشان حصل نوعا ما في بعض التجار كانت بتتلاعب بالكميات. في بعض التجار للاسف، يعني انا ما بحبش التمس كلمه تجاشع التجار، لكن للاسف دي حقيقه، في تجار كانت بتخزن، وده شفناه من ضمن المحاضر والرقابه على الاسواق في الاسبوعين الثلاثه اللي فاتوا. وفي نفس الوقت الحكومه بتعمل اللي عليها، وفي موضوع التوفير. وزي ما معالي وزير التموين كان قال ان هو بدايه من يوم 15 او من نص شهر 12 عالي السعر هينزل، هيبقى 27 جنيه للكيلو. في نفس الوقت يا استاذه دينا التموين حطوا كيسين سكر على التموين، كل الكلام ده ادى الى نزول السعر من 55 و50 النهارده 38 و40 جنيه. لكن انا بقول لحضرتك ده مش السعر الخير، ده مش السعر العادي، السعر العادي لازم يوصل 25 27 جنيه. ده اللي الحكومه هتوفره. زائد كمان اقول لحضرتك على حاجه، موسم البنجر حضرتك داخل عليه في شهر واحد، فبالتالي انت هيكون عندك وفره في المحصول. السكر سلعه اساسيه بتهم طبعا كل البيوت، ومن سلع اساسيه بمعنى الكلمه طبعا. طب مهندس متى حضرتك قلت ان سعره الان بيتراوح من 38 ل 40، وان ده مش 40. هو السعر العادل او الحقيقي للسكر، المفروض ان احنا يوصل ل 25 27. امتى يتوقع انه يوصل للسعر الطبيعي او العادل ليه؟ انا بقول لحضرتك في القريب جدا جدا جدا. لو ما كانش في خلال اسبوع 10 ايام الجايين ان شاء الله. اتجاهات الحكومه كلها توفير السكر بكل طريقه، قرار وزاره التجاره والصناعه اللي اتخذه معالي وزير التجاره النهارده، ده يدينا كلنا ثقه ان ان الحكومه بتحاول تعمل كل المجهودات ان توفر السكر بسعر مناسب وبسعر غير مطروح، ان هو يوصل للارقام الخياليه اللي وصلت. حضرتك مش متخيله يعني ايه 50 و60 جنيه كيلو السكر، ده كتير جدا طبعا، كتير يعني كتير على ميزانيه اكتر. وحضرتك شايفه ان الدنيا متوتره اقتصاديا جامد، فمش هينفع ان هو كيلو السكر يوصل 60 جنيه. وهي سلعه اساسيه لا يمكن الاستغناء عنها في اي شريحه جدا من الشرائح، خاصه كمان فكره طبعًا. مش بس هو كان مرتفع، هو كمان ما كانش متوفر بسبب يعني تلاعب الكميات والاسعار اللي حضرتك ذكرته من قبل التجار. طيب في نفس السياق كان في يعني قرار انه تم الموافقه على اجراء جديد من مجلس الوزراء بتسعير السلع من المصانع وطباعة السعر عليها لكل سلعة من المصنع، طبعا ده تجنبا للتلاعب بالأسعار أو جشع التجار كما حضرتك ذكرته. تفاصيل هذا الإجراء وممكن إمتى يتم تطبيقه بشكل رسمي؟ بص حضرتك، وجود التسعيرة زي ما قال معالي رئيس الوزراء على المنتجات، ده يدينا برضو إن إحنا ما ندفعش أكتر من المكتوب على التسعير. ده عيبه ان هو ممكن ما يسيبش الدنيا فيها سوق حر.
يعني ايه سوق حر؟ يعني حضرتك تنزلي تلاقي ان في فرايتي كبيره جدا في الاسعار، لكن دلوقتي انت نازله هتلاقي مثلا الايتم ده في الحته الفلانيه بالسعر ده ثابت، مش هتلاقي فيه تغيير، ده بيأثر على السوق الحر. نفس الوقت احنا لازم احنا برضو كمستهلكين ما نديش فرصه للتجار ضعيفه النفوس ان هي تبيع وتشتري فينا. طب هل ده من شأنه ان هو يقلل الحلقات الوسيطه ما بين المنتج والمستهلك؟ ده حضرتك هيزود ان ما يبقاش في تلاعب في الاسواق. وانا بقول لحضرتك لو احنا لعبنا على سياستنا واحنا لعبنا على اشتغلنا على نفسنا وبطلنا يكون عندنا سياسه التخزين، انا بقول لحضرتك مش هتلاقي الاسعار متفاوته كده، للعلم ان الاحتياطي بتاع المخزون ما زال في الليمت الان. احنا ما نقلقش. انا بشكرك مهندس متى بشاي رئيس لجنه التجاره الداخليه بشعبه المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجاريه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وهنتحول لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وفي هذا الشأن تحديدا يعني الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود في هذا القطاع، ما نتج عنه طبعا نجاحات كبيرة حققتها هذا القطاع أو حققه هذا القطاع مؤخرا وفقا للمؤشرات الدولية. على سبيل المثال تم إدراك 18 جامعة مصرية بتصنيف QS العالمي للاستدامة للعام 2024، وده بزيادة 3 جامعات مصرية عن العام الماضي. 4 جامعات مصرية أيضا تم إدراجهم ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية، وهم جامعة القاهرة وجامعة المنصورة وجامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة. ووصلت 7 جامعات مصرية أخرى إلى قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وهي جامعة قناة السويس والإسكندرية وجامعة بنها وجامعة أسيوط وجامعة الزقازيق وجامعة بني سويف كمان جامعة طنطا. الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أعلن أيضا حصول الجامعة على مراكز متقدمة جدا في التصنيف الإنجليزي QS لمعايير التنمية المستدامة 2024، وأشار إلى أن احتلال جامعة القاهرة لهذه المراكز المتقدمة هي خطوة جديدة في سلسلة نجاحات في كافة التصنيفات العالمية خلال الأعوام السابقة، وأخرها كان التصنيفات الصادرة للعام 2023. خلونا نعرف أكتر عن يعني هذا الأمر وما يعني يحدث من طفرة وتطور في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. معانا الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، برحب بحضرتك معانا يا دكتور. مساء الخير، تحياتي لحضرتك. في البداية لو حضرتك تشرح لنا إيه هو تصنيف QS العالمي، إيه أهمية الحصول عليه، والمعايير اللي بيتم على أساسها تحديد مراكز الجامعات على هذا التصنيف. حضرتك أحد التصنيفات الدولية المعنية بعنصر الاستدامة، وهذا العنصر مرتبط بدور الجامعات في الحفاظ على الاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية للجامعات في أقاليمها الجغرافية، هذا بالإضافة إلى الحوكمة. وده أحدث التصنيفات الدولية لأنه لسه العام الماضي كان أول إصدار، وهذا العام هو العام الثاني على التوالي للإصدار الثاني. وزي ما حضرتك اشرت في الخبر، زور 18 جامعه مصريه في هذا التصنيف بزياده 3 جامعات مصريه عن التصنيف العام الماضي. ما النجاحات التي حققتها هذه الجامعات ال 18 جامعه مصريه حتى تحصل وتدخل في هذا التصنيف الهام جدا الكيو اس على مستوى العالم؟ بالتاكيد احد اوجه الايجابيه في مختلف الجامعات المصريه المشاركه المجتمعيه. اذا كنا بنتكلم حضرتك المشاركه المجتمعيه، كافة المبادرات المطروحة في المجتمع المصري. اتكلم ثانيا على دورها الأساسي في الجانب البيئي والحفاظ على البيئة واستدامة البيئة. خليني حضرتك أربط ده بما حدث من تصنيف على مستوى التصنيف الصيني شنغهاي، التصنيف الأمريكي، التصنيف الهولندي، التصنيف الأسباني، وأيضا التصنيف البريطاني الآخر هو التايمز أير. في جميع هذه التصنيفات هنلاحظ حضرتك أولا زيادة في عدد الجامعات المصرية، ثانية على مستوى التصنيف العام، وأيضا على مستوى بعض التخصصات اللي فيها بعض الجامعات المصرية وصلت للمرتبة 100 والخمسين في بعض التخصصات العلمية. رقم 3 ده شيء مهم جدا، ده راجع خلال السنوات الماضية اللي خلانا نوصل لهذه التصنيفات. شوف حضرتك الاستثمارات الضخمة اللي ضختها الدولة في منظومة التعليم العالي غير مسبوقة. النهارده بنتكلم على 94 جامعة مصرية. من حوالي 10 سنوات كنا بنتكلم على نصف هذا العدد تقريبا.
النقطة الثانية المهمة جدا الاهتمام بعنصر الشراكة الدولية مع كبرى الجامعات، سواء من خلال توأمة سواء من خلال النشر الدولي المشترك. العنصر الثالث المهم هو اهتمام مصر بالنشر الدولي، وده حصل فيه تضاعف كبير جدا مقارنة بالسنوات الماضية، وده مرتبط تشتت الارتباط بإنشاء مصر لبنك المعرفة وإتاحته للباحثين المصريين على نطاق واسع. أيضا من خلال الدعم الفني اللي بتقدمه وزارة التعليم العالي للجامعات في مسألة التصنيف المصري، التصنيف عفوا الدولي، وكيف تصدر الجامعات المصرية بشكل مشرف، وما تقدمه الجامعات من مكافآت وتشجيع وتحفيز للباحثين والأساتذة المصريين في مختلف التخصصات. طيب دكتور عادل، هذه النجاحات والمستويات اللي وصلت ليها العديد من الجامعات المصرية إلى أي مدى تنعكس على الطلبة والخريجين والباحثين داخل هذه الجامعات؟ بالتأكيد حضرتك، لما الطالب بيتخرج من جامعة مصنفة دولية، اتنين بتجذب الطالب الوافد للدراسة في مصر سواء في مرحلة البكالوريوس أو بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا، وده حضرتك أحد المبررات والأسباب اللي بتشرح لنا لماذا يزداد أعداد الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات للدراسة في جمهورية مصر العربية في مختلف التخصصات العلمية. رقم ثلاثة، قوة مصر الناعمة، لأن التعليم أحد مصادرها الرئيسية. أربعة، إقبال الجامعات الأجنبية للشراكة مع الجامعات المصرية. إضافة حضرتك لنقطة مهمة جدا لاحظناها خلال السنوات الماضية، هو إنشاء المزيد من أفرع الجامعات الأجنبية في مصر وخاصة في العاصمة الإدارية. عندنا 7 أفرع وفي فرعين جداد، احنا بنتكلم على 9 أفرع في مدة وجيزة جدا. ما كان لهذه الجامعات اللي تيجي عندنا وتستثمر وتقدم فروع أجنبية إلا إذا كانت البيئة المصرية وبيئة الاستثمار وبيئة التعليم العالي بيئة جاذبة بالنسبة للجامعات الأجنبية. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وفي خبر ذي صلة بهذا الأمر أيضا، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كشف أن مصر ضمن أفضل 3 دول في المنطقة في ريادة الإبداع والابتكار التكنولوجي، وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموا لمدة 5 سنوات متتالية بنحو 16.3% وبنسبة مساهمة 5% من الإنتاج المحلي الإجمالي. كمان أشار إلى أن مصر جاءت أيضا ضمن مجموعة دول التصنيف ألف في مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمي الصادر عن البنك الدولي. هنطلع لفاصل قصير ومن بعده هنناقش مع ضيوفنا في الاستوديو في الفقرة التالية كيف نجح الإعلام المصري في رفع الوعي الوطني لدى الشعب وتحقيق الحياد المهني في الانتخابات الرئاسة المصرية 2024. ابقوا معنا.
المصري وإزاي نجحت حيادية الإعلام المصري في تغطية هذه الانتخابات، نقطة مهمة وملف مهم جدا في الانتخابات الرئاسية والمشهد الرئاسي أو الانتخابات الرئاسية 2024. الإقبال الكبير والغير مسبوق شهادته صناديق الاقتراع سبب كبير فيه جدا كان دور الإعلام المصري. ملف مهم هنفتحه مع ضيوفنا الأعزاء وأهل المهنة وأهل الإعلام اللي منورنا في استوديو مساء دي أم سي. في البداية برحب بضيفي العزيز الأستاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، برحب بيك. أهلا بك يا دينا، فرصة سعيدة جدا أني موجود معاك النهاردة. أنا أسعد والله. برحب كمان بضيفنا الأستاذ يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ دينا. وأنا سعيد أن أنا مع الأستاذ يوسف النهاردة كمان، صديق عزيز مع حضرتك كاتب صحفي كبير. طبعا هبدأ مع أستاذ مصطفى. في البداية عايزة أبدأ من الشكر والتقدير اللي قدمه مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء للتغطية الإعلامية لانتخابات رئاسة الجمهورية. صحيح، إذا يعني إذا كان السؤال الشاغل للناس خلال الفترة اللي فاتت أو الـ 48 ساعة اللي فاتوا ليه الإقبال كان كبير بهذا يعني بهذا الشكل وهذه الحشود يعني والملايين اللي وقفوا قدام صناديق الاقتراع واللجان علشان يدلوا بأصواتهم في أكبر حشد شهدته الانتخابات الرئاسية، أعتقد أستاذ يوسف هيأكد معايا دوت خلال العشرين عام الماضية أو أكثر كمان في تاريخ مصر، ملايين كثيرة جدا، النسبة على حسب ما أنا قريت أكثر من نسبة المشاركة على أكثر من 65%، وده رقم كبير جدا لما يتحقق من قبل. هننتظر يوم الاثنين عشان نعرف. نسبة كبيرة عالميا كمان، مش فكرة صحيح. محليا صحيح فقط. لكن الشكر طبعا واجب، لأن أعتقد أن الإعلام كان من يعني من العوامل الكبيرة والمهمة والمؤثرة في نجاح العملية الانتخابية. إزاي؟ لأن إحنا على مدار الأربع شهور الماضية الرسالة الإعلامية كانت رسالة محددة مباشرة دافعت عن حدود الأمن القومي المصري، أبرزت حجم الإنجاز الكبير اللي شهدته مصر خلال 8 سنوات، وأصبح خلال الأربع سنوات تحديدا يعني ابتدى المصري يكون أقدر أقول قوة إعلامية لا يستهان بها، لأن إحنا طول الوقت كنا بنتلقى رسائل إعلامية من خارج الحدود المصرية. ونتيجة ظروف مش مجالها ان احنا نتكلم عنها دلوقتي غاب الإعلام المصري عن إدارة الشأن المصري وأصبحت كيانات أخرى ويعني بعيدة عنا هي التي تتحكم داخل تتحكم في الأمن المصري وفي الأخبار المصرية أو الرأي العام وصناعة الرأي العام المصري. فكان ضروري جدا ان احنا يتوجد عندنا حالة نظام اعلامي او تنظيم اعلامي علشان نقدر نواجه ما يحدث. دي بدأت من امتى في رأيك؟ اعتقد بدأت من 2018 تحديدا مع الاعلان عن تأسيس الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ومرحلة النظام والهدوء اللي فرضت على السوق الاعلامي وفكرة توحيد الصف. احنا عشنا مرحلتين، مرحلة تراجع فيها الاعلام، وانا كتبت مقال سميتها بمرحلة أستاذ يوسف أكيد هيبقى مشاركتنا الرأي النعاس الإعلامي اللي هي ما قبل 2011 اللي جاف فيها الإعلام يعني الإعلام المصري عن دوره الإقليمي وتركه لكيانات أخرى، وما بعد 2011 كلنا شاهدين على الفوضى الإعلامية اللي كانت بتحصل ويعني اللي دفعت مصر ثمنها غالي جدا جدا، إن أي حد عايز يقول أي حاجة في أي وقت يقولها بدون رقيب أو بدون حساب. فده كان لازم يتم تنظيمه يدينا علشان نقدر نشكل وعي شعب داخل على مرحلة جديدة وجمهورية جديدة وتحديات جديدة. دايما يعني خلال السنوات الأخيرة أعتقد النظام المصري يا يوسف هو النظام الوحيد اللي بيتم محاربته بإعلام موازي وبإعلام معادي للتقليل من حجم الإنجاز اللي عمله وللتقليل من حجم المشروعات اللي عملها والحصرها في فكرة إحنا بنعمل طرق وكباري بس. لولا وجود إعلام قوي متمثل في الشركة المتحدة، متمثل في التلفزيون المصري، يعني أنا لا أستثني يعني لا أشكر في الشركة المتحدة لوحدها دورها كبير ومؤثر، ولكن أنا بتكلم على المنظومة الإعلامية المصرية كيف أدارت الحرب الشرسة التي توجه ضد مصر وضد السياسات المصرية. أعتقد الدور اللي لعبه الإعلام هو اللي صنع الوعي، علشان أدي فرصة لزميلي يوسف أيوب يتكلم، إن هو اللي صنع الوعي، هو اللي حشد الناس عرفت الخطر على الامن القومي المصري وعلى ما يحدث داخل قطاع غزة. انا عايز اخد من كلامك اسال الاستاذ يوسف، استاذ مصطفى اتكلم عن فكره ملف الامن القومي المصري ودور الاعلام فيه، وده مرتبط ارتباط وثيق بالانتخابات والمشهد السياسي الداخلي، لانه كان في تحديات اقليميه كبيره مرتبطه ارتباط وثيق بالامن القومي المصري في الفترات الاخيره كلنا عارفينها ومتابعينها. ازاي الاعلام المصري قدر ان هو
يوفق ما بين تغطية هذه الأحداث والتطورات الأمنية والاستراتيجية الإقليمية لمصر بشكل كبير وما بين المشهد الانتخابي الداخلي اللي هم في الحقيقة مرتبطين بشكل وثيق ببعض؟ في ارتباط قوي جدا، لان زي ما قال مصطفى ان بنتكلم على الامن القومي، الامن القومي المصري هو مرتبط بالانتخابات، مرتبط بالحدود، والحدود يعني زي ما حضرتك اشرتي الوضع في قطاع غزه تحديدا اللي هو مؤثر على المزاج العام المصري طيلة الشهور الماضيه، وكان موقف القياده المصريه من هذه القضيه تحديدا هو موقف عليه اجماع وطني ربما لم يسبق ان حدث في الدوله المصريه من قبل. اجماع وطني من كل الفئات، شعب وحتى احزاب معارضه مولاء، كله كان يصطف خلف الرئيس السيسي في موقفه تجاه احداث قطاع غزه وتجاه رفض التهجير. وهنا ارجع اقول لحضرتك نقطه مهمه، الدور اللي قام به الاعلام فيما يتعلق بهذه القضيه تحديدا والتوفيق ما بين تغطيه هذا الامر وتغطيه الانتخابات. الاعلام كان دوره قوي جدا ومؤثر، مش بتكلم بصفتي كاعلامي او كاحد اللي بيشاركوا في العمل الاعلامي، لكن بتكلم على شهاده موجوده يعني لو انا خرجت من بره المشهد هدي الشهاده ديت. ان الاعلام من وقت غزه من يوم 7 اكتوبر تحديدا كان الاعلام واضح جدا بخطاب المصري تحديدا، خطابه حاجتين، واحد تعريف المواطن مش المصري بس، بتكلم على المواطن العربي بابعاد القضيه الفلسطينيه. وانا حتى كنت بتكلم مع بعض الزملاء في القناه الاخباريه وفي بعض القنوات ان كان دوركم مؤثر جدا في توحيد او اعاده مصطلحات ربما كانت غابت عن الذهن العربي مش الذهن المصري فقط. مصطلحات له علاقه الاراضي المحتله، الدفاع، المقاومه، دي كان ربما كانت بدات تغيب. الاعلام المصري كان ليه دور قوي جدا في عوده هذه المصطلحات مره اخرى، وما تستهونش فكره المصطلحات ديت، لا ده دي بترسخ وعي طبعا. بتصنع وعي، هي اللي دي بتشكل الوعي وبتشكل الراي العام كمان لدى الشعوب. فده جزء. الجزء الثاني ان كان الاعلام برضو بدا يفهم الناس، او مش يفهم، بيعيد تعريف المواطنين المصريين والعرب والفلسطينيين بمفهوم الامن القومي اللي كان مرتبط بيه بفكره رفض التهجير. صحيح، ده كان نقطه مهمه جدا، نقطه مفصليه فيما يتعلق بالموقف المصري تحديدا في قطاع غزه. فده النهارده الاعلام المصري تخطى الحدود المصريه وصوته مسموع، وحتى شفناها وبنتابعها بان المصطلحات اللي بتتردد عن القضيه الفلسطينيه في الاعلام المصري بدات تتردد في حل الدولتين، في حل الدولتين، رفض التهجير، امور كثيره جدا. دي كانت خرجت من القياده المصريه والاعلام وتناولها الاعلام المصري وتم ترسيخ هذا المفهوم لدى الشعب. فده كان نقطه مهمه جدا. طب احنا دلوقتي داخلين غزه، ترسيخ او تفهيم او تعريف المصريين بمفهوم الامن القومي، عندنا جزء من الامن القومي هو الانتخابات. صحيح، انتخاب رئيس دوله قويه اسمها مصر لمده 6 سنوات في ظل احداث كثيره جدا. وده كان نقطه زي ما قال زميل مصطفى ان الاعلام كان عليه دور مهم جدا في الوعي في النقطه دي تحديدا. ان مش بس فكره ان انا بتكلم على انتخابات، ما احنا مرينا انتخابات قبل كده، ولا لا، احنا بنتكلم، انا بوري ان يعني الاعلام كان عمل دور مهم جدا في الحته في النقطه دي تحديدا، ان انا مش بس انتخابات، انا بتكلم على مخاطر بتحيط بالدوله المصريه من كل الجبهات. ده حقيقي، مخاطر مش بس على الحدود، احنا بنتكلم على تداعيات اقتصاد، تداعيات لازمات اعلاميه دوليه زي ازمه اوكرانيا، ازمه كورونا ما قبلها كورونا، على الوضع الداخلي في مصر. وهم ادركوا الشعب المصري حقيقه بحنكه يعني كبيره شفناها، واداروا ده ومثلوه في صناديق الاقتراع. صناديق الاقتراع، ودي هقول لحضرتك حاجه ثانيه، دي برضو فيما يتعلق يعني خلينا يعني منحاز للاعلام، دي شهاده للاعلام حاجتين. حضرتك اتكلمت على السيد رئيس الوزراء، لكن بتكلم على حملات المرشحين الاربعه طلعوا شكروا في الاعلام المحايد. صحيح، ودي سابقه لم تحدث في اي دوله. يعني حتى في الانتخابات الامريكيه بيطلعوا يعني طبعًا. ايه الاعلام لازم بيتقطع. حتى النهارده 4 مرشحين واربع حملات بتنتمي لتوجهات مختلفه، كلهم كانوا خطابهم واحد، نشكر الاعلام المصري على مسافه واحده، على مسافه واحده، فكره تحقيق العداله الاعلاميه للمرشحين. دي كانت نقطة مهمة حقيقة. جدا. أنا عايز آخد من كلام حضرتك أسأل أستاذ مصطفى، حضرتك طبعا يعني رئيس تحرير واحدة من أهم الصحف المصرية في الوقت الحالي، كواليس أنا بدأت بصوت الأم عند الأستاذ يوسف قبل ما طبعا يعني. طبعا أنا عشان كده بحب يوسف وبحب صوته. إزاي حضرتك يعني كان في كواليس أكيد من بداية فتح بيبان الترشح أو باب الترشح أو من قبلها كمان
إعداد للصحف المصرية للتغطية والتعاطي مع هذه الانتخابات. وعايزين نتكلم كمان عن فكرة الحيادية في التعامل اللي تفضلنا وذكرناها، وكان من أهمها كمان الشركة المتحدة على كل وسائلها وفرت 100 دقيقة دعاية للأربع مرشحين بالتساوي، وده يعني شيء غير مسبوق ويؤكد على الحيادية التامة لوسائل الإعلام دي، وده اللي شفنا نتيجته في الانتخابات. خلينا نقول إن الناخب المصري كان لا يعرف سوى مرشح واحد هو الرئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفضل المبادرة اللي أنت قلتيها اللي كان يعني يقف وراها المسؤولين على الشركة المتحدة الأستاذ عمرو الفقي وجميع المسؤولين، إن الشركة تمنح كل مرشح 100 دقيقة لاستعراض برنامجه الانتخابي وليعني تعريف الناخبين بمن هو المرشح الرئاسي فريد زهران، من هو المرشح الرئاسي حازم عمر، من هو المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة. ده إدى فرصة للمرشحين إن هم يعني يحصدوا على الأقل معرفة الناخب بمين نازل. خلينا برضك إن الإعلام تعامل بحيادية شديدة وكان على مساحة وعلى مسافة ويعني واحدة من الأربع مرشحين. الناس هتقول إزاي على مسافة واحدة وأحد المرشحين هو رئيس الدولة المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أعتقد إن ما بص على قناة الشركة المتحدة وما استعرضته الصحافة المصرية في الصحف القومية وما نقله التلفزيون المصري، أعتقد إن الإعلام المصري لم يتورط في يعني سقوط واحد أو خطأ واحد خلال عملية التصويت أو خلال أيام الصمت الانتخابي، بدليل أن الأربع مرشحين ومن بينهم معارض شريف يساري هو فريد زهران لم تخرج حملته بإدانة واحدة للإعلام المصري تتهموا فيها بأن هم كسروا الله بيان وجهوا الشكر للإعلام على حياده. صحيح، ما فيش بيان طلع من المرشح الرئاسي فريد زهران أو حملته الانتخابية تدين أي وسيلة إعلامية مصرية بأنها كسرت حاجز الصمت الانتخابي، بأنها روجت لمرشح على حساب مرشح آخر. فإحنا هنا أمام يعني حالة فريدة للمرة الأولى تحدث في تاريخ مصر أن يكون الإعلام بمثل هذا التنظيم، بمثل هذه الدقة، بمثل هذا الوعي، بمثل هذا التركيز، بمثل هذه الضوابط واحترامه للقوانين والدستور والقوانين المنظمة العملية الانتخابية طبعا. علشان يخرج المشهد في النهاية بمشهد يعني خلينا نقول جملة واحدة، المتربصون وده اللي أسكت كل الأصوات اللي كانت دايما تشكك في النزاهة وفي سير العملية الانتخابية في مصر على مدار كل استحقاق الدستوري. انت كمان كتبت كيف انتصر الإعلام لمصر. صحيح. أنا بوجه لك السؤال، كيف انتصر الإعلام لمصر؟ بإعادة صناعة الوعي. كان مهم جدا 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 أننا كإعلاميين نستفيق للمخطط الذي يحدد مصر. أي حد مش شايف أن مصر بتتعرض لمخطط لمحاولة يعني إلهاءها، لمحاولة قتل الروح بداخلها لتوقف التنمية، لمحاولة ترقيحها، يبقى هو مغيب. الإعلام المصري لأول مرة في 2023 يكشر عن أنيابه. يكشر عن أنيابه عندما، لكن ده مش وليد اللحظة أكيد، ده بناء تراكمات. أنا قلت لك بدأت 2018، لكن احنا في 23 شفنا. الإعلام المصري كان صاحب قوة مؤثرة في تبني الشارع المصري لفكرة رفض التهجير لقطاع غزة لدخول أراضي سيناء. احنا تعودنا في الخطابات خلال السنوات السابقة ما قبل حكم الرئيس السيسي ان غزة في القلب، ان الشعب الفلسطيني احنا هنا عندنا ضيوف كتيرة، ما فيش مشكلة لما ناكل 2.5 مليون نسمة. لكن ما حدش ذهب لفكرة ان ما يحدث من مخطط للتهجير هو يعني خطر كبير جدا 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 على الأمن القومي المصري، غير بدعم الإعلام وبرفض كل الصحف والكتاب الصحفيين والقنوات والمذيعين والإعلاميين عندما يعني وقفوا في صف واحد عشان يجهدوا المخطط دوت وعشان تنتصر الإرادة المصرية. لم ينتهي المخطط ولم تتوقف إسرائيل عن تنفيذ ما تحلم به أو ما تتمناه، ولكن احنا كسبنا الجولة ديت على الأجيال اللي جاية وعلى يعني المسؤولين القادمين وعلى أصحاب المهنة خلال السنوات القادمة أن يظلوا على يقظة بأن هذا المخطط دائم. إسرائيل لا تخطط لثلاثة سنوات، إسرائيل تخطط لمئة عام قادمة، تخطط لخمسين عام قادمة، ولكن الحمد لله الإعلام المصري والدولة المصرية انتصروا هذه الجولة
ويعني وقتلوا مخطط الشر بتهجير سكان قطاع غزة بسيناء. واللي تابعناه من لهجة تغيير لهجة الخطاب السياسي للدول الغربية والأمريكا فعلا نتيجة الموقف المصري صحيح. واحتشاد الإعلام وكل يعني مؤسسات الدولة تجاه هذا الموقف. الحوار مازال مستمر، بستأذن حضراتكم فاصل قصير ومن بعده نستكمل حديثنا عن دور الإعلام الهام في هذه الفترات. مرحبا بحضراتكم مرة ثانية، ولسه بنستكمل هذا الحوار الهام عن دور الإعلام المصري في الفترات الأخيرة الحساسة جدا في عمر الوطن، ومن ضمنها طبعا الانتخابات الرئاسة المصرية 2024. سؤالي الآن للأستاذ يوسف، يعني حضرتك ذكرت في حديثك السابق قبل الفاصل عن الإجماع الوطني والإجماع السياسي باختلاف التيارات الفكرية المصرية تجاه مواقف الدولة المصرية من الأزمة الأخيرة في قطاع غزة، واللي بتمثل لينا طبعا يعني أمن قومي وأمن استراتيجي كبير في مصر. هذا الاصطفاف من كل التيارات الفكرية شيء غير مسبوق في مصر، بيدل على نضج كبير في الحياة السياسية والحزبية في مصر، وإن مع اختلاف هذه التوجهات يبقى التوجه وطني في الآخر. قراءة حضرتك للمشهد السياسي والحزبي في مصر في هذه الاوقات. انا هاخد النقطه اللي حضرتك انا كنت حتى بكتبها دلوقتي وانت حضرتك قلتيها قبل، اللي هي فكره النضج السياسي. وده اللي كنا بنعاني منه الفتره الماضيه ما قبل 2011 وحتى ما بعد 2011 لسنوات بسيطه. ما كانش عندنا النضج السياسي، كان عندنا اللغه الغير عقلانيه فيما يتعلق بالعمل السياسي. وده خلى الاحزاب مش مرتبطه بالشارع. يعني الشارع بيتكلم في حاجه والاحزاب بتتكلم في حاجه ثانيه. ودي خلينا نتكلم بصراحة، فتح مساحات لبعض الكيانات غير الشرعية ان هي تبقى متواصلة مع الشارع موجودة معاه وخلاص، يعني اخذ دور الاحزاب. النهاردة احنا امام ثلاث مشاهد اقدر اعددهم لحضرتك بقول لك ان وصلنا لنضج ليه وصلنا للنضج السياسي. اول مشهد مش هقدر انساه اللي هي تشكيل او تكوين تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وده انا بعتبرها احد العوامل المهمه جدا في عمليه النضج السياسي للاحزاب المصريه. ليه؟ لان فكره التشكيل التنسيقيه كان قائم على في اختلافات ايديولوجيه ما بين الاحزاب، يساري يميني وسط وما الى ذلك، لكن يستطيعوا ان هم يجتمعوا تحت مظله واحده اسمها الوطن. وشفنا التنسيقيه بتضم اكثر من 26 حزب وفي شخصيات سياسيه مش حزبيه. وشفنا حتى في الانتخابات الاخيره شفنا ممثلين للتنسيقيه في الحملات الاربعه صحيح. وكانوا بيقعدوا مع بعضيهم، يعني ده قمه النضج السياسي. ان انا النهارده بنختلف على ايه؟ احنا بنختلف على حب الوطن ولا بنختلف على ايه؟ فدي كانت نقطه مهمه جدا. وصلنا للمرحله الثانيه اللي هي من سنه اللي هي اطلاق الحوار الوطني طبعا، ودي برضو انا ما اقدرش اتكلم عن انتخابات الرئاسه قبل من غير ما سنه وثمان شهور من غير ما افصلها من 26. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اطلق الدعوه للحوار الوطني 26 ابريل هو العامل الرئيسي والمفتاح الرئيسي المشهد اللي المشهد فيه موجود فيه. موجود فيه ده صحيح. حتى وقتها يعني الناس حوار وطني، طب ده بتدعوه لان يعني كان في دعوات زمان للحوار الوطني عديده في مصر لم تكن حقيقيه. يعني بص، هي انا النهارده خلينا نتكلم على المنتج. المنتج بتاعه ايه النهارده؟ احد منتجاته اللي انا شفته النهارده في الانتخابات كانت ايه؟ يعني من ضمن فوائد الحوار الوطني بجانب الطرح فتح الملفات كلها والنقاش والحوار، ان انا النهارده اديت فرصه للاحزاب ان بقول له اطلع اتكلم قدام الناس. صحيح. النهارده لو انا برجع لانطلاق الحوار الوطني، جلسات افتتاحيه ثم الجلسات النقاشيه ثم الجلسات الموجوده، اولا مجلس الأمناء مشكل من كل التيارات، اللجان مشكلة من كل التيارات، في أحزاب بتقدم أوراق عمل في كل القضايا مباشرة، قانون مباشرة السياسية، الوضع الاقتصادي الاجتماعي، قانون تنظيم الأسرة، كل القضايا بيطلعوا يتكلموا في الإعلام، في قناة بتبث بشكل مباشر كل جلسات الحوار الوطني. أصبح النهاردة الأحزاب أمام مسؤولية أنها تخرج تتحدث أمام المواطن. إذا لم تكن معدة أو أعدت نفسها إعداد جيد عارفة إن هي هتفشل، فبدأت الأحزاب تحس إن في مسؤولية واقعة على عاتقها، وصلنا بالتدريج لمرحلة النضج السياسي. فده دي نقطة مهمة جدا. وصلنا بقى لمرحلة الانتخابات الرئاسية.
ودي انا النهارده اهم مؤشر فيها ان انا بتكلم على في رئيس جمهوريه مرشح رئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك ثلاث مرشحين بيمثلوا احزاب مش افراد. ده هي. ودي حتى كانت نقطه مثيره بالنسبه لنا ان الثلاثه اللي اتكلم عليهم مصطفى السيد فريد زهران، السيد حازم عمر، السيد عبد السيد يمامه، بيمثلوا ثلاث احزاب: الوفد، الشعب الجمهوري، البصر الديمقراطي. في كل حملاتهم وفي كل لقاءاتهم كانوا بيتحدثوا بلسان الحزب. بلسان الحزب. ده مش بيتكلم على شخص، مش بيقول انا فريد زهران او انا عبد السند يمامه او انا حازم عمر بحفظ الارقام. هو بيتكلم على حزب، انا بقدم خطابي للناس وفقا لبرنامج ورؤيه الحزب. حتى الحمله الانتخابيه للرئيس عبد الفتاح السيسي بتدعم في احزاب موجوده تصطف خلفه. فالنهارده بيتكلم على مشهد حزبي. يعني حتى النهارده في صوت الامه كانوا عاملين موضوع على فكره ان الاحزاب هي الفائز الاول في الانتخابات. في المواطن فائز، في المرشحين فائزين، في كل امور كثيره جدا، لكن انا بعتبر ان الاحزاب هم الفائز الاول في هذه الانتخابات، لان بالتراكمات بدايه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بدايه، ثم الحوار الوطني، وفي النص كده ما ننساش المؤتمر الوطني، المؤتمرات الوطنيه للشباب اللي يدت طاقه وقوه دفع للشباب. بس عندك كمان الانتخابات دي لاول مره ينضم اكثر من 5 مليون شاب لقواعد الانتخابات يخليهم حق التصويت، وده من عوامل الحشد اللي موجود بالاضافه لليوسف اللي بيقوله طبعا. فانا ما اقدرش يعني ما اقدرش انسى فكره الدور اللي قامت بيه المؤتمرات الوطنيه للشباب، لان هي برضو كان ليها دور فاعل في تنشيط الاحزاب. طبعا انا النهارده اغلبيه الحملات الانتخابيه للمرشحين الاربعه بتقوم على شباب. ده ليه؟ حصل ليه؟ لأن النهارده الدولة هي من فتحت الباب للمؤسسات لمصر كلها إن هي تثق في الشباب، عندنا نواب محافظين، عندنا نواب في البرلمان، عندنا في كل الحكومة في كل الدولة، فأصبح لزاما على الأحزاب نفسها إن هي تغير جلدها. أنا النهارده الدولة نفسها بتسير تجاه ده، فده كلها عوامل أنتجت حالة النضج اللي حضرتك اتكلمت عنها النهارده، حالة النضج السياسي اللي جوه الأحزاب أولاً ثم في الحياة السياسية بشكل عام. خلونا نرحب على الهاتف معانا الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا دينا، أهلاً بيكي وأهلاً بضيوفك. أهلاً بحضرتك. منورنا يا فندم، وعايزين ناخد رأي حضرتك كمان في نجاح الإعلام المصري بإشادات عديدة محلية ودولية في تغطية هذه الانتخابات، وأيضا لكل التحديات اللي طرأت على الدولة المصرية كان للإعلام المصري دور كبير فيها وفي تكوين الرأي العام المصري الشعبي. يعني خليني أقول لك إنه مش هنقدر نتكلم عن الإعلام خارج سياق المشهد العام اللي مصر شافته خلال الثلاث أيام. لانه الحقيقه يعني انا متبني وجهه نظر انه هذا المشهد اللي احنا شفناه كلنا واللي رصده الاعلام الدولي قبل الاعلام المحلي هو ترجمه لما يمكن اعتباره اكتمال الدوله المصريه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا من 2013 او خلينا نقول من 2011 ثم جاءت الثوره في 2013 وبدأت تحط إيدها على إنه مصر بتعاني من حالة انفلات سياسي، انفلات أمني، انفلات إعلامي، وانفلات اجتماعي أيضا. هذا الانفلات ترتب على الدولة المصرية اللي بدأ أول نقطة في تكوينها في 2014 بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو 2014 مجموعة من المراحل. المرحلة الأولى كانت استعادة الدولة، ثم المرحلة الثانية تثبيت الدولة، ثم الانطلاق إلى المرحلة الثالثة وهي بناء الدولة. المراحل دول أعتقد أنه مشهد الانتخابات انتخابات مصر 2014 هو المشهد اللي بيترجم أن اكتمال الدولة بالمراحل الثلاثة دول، اكتمال مؤسساتها، اكتمال مجتمعها المدني والأهلي، بتترجم هذا الاكتمال. وهذا الاكتمال تحديدا هو اللي كان وراء عملية الحشد الكبير اللي احنا شفناها وخروج الناس بشكل كبير جدا. ويمكن يعني الزملاء الأعزاء اللي كانوا بيتكلموا كلموا عن الشباب اللي خرجوا، وده أمر كان يعني ترجمة لاهتمام الدولة بالشباب تحديدا خلال التجربة اللي مرت عبر السنوات الماضية. لما تيجي تبصي للإعلام بقى في سياق حالة اكتمال دي، اكتمال البناء،
الإعلام كان في مصر آخر ما يعبر عنه هو الدولة المصرية. وآخر ما يعبر عنه هو الشعب المصري. كان هناك إعلام يعبر عن مصالح لرجال الأعمال وهم معروفين، إعلام يعبر عن مصالح دول أخرى كانت بتضخ أموال كثيرة في هذا الإعلام، إعلام يعبر حتى عن الجماعة المتطرفة ويتبنى أجندة الجماعة المتطرفة ويروج للجماعة المتطرفة. في لحظة معينة جت الدولة المصرية قالت لا، الإعلام في مصر لابد أن يكون معبرا عن مصر. وهنا تيجي المحاولات اللي بوزلت حتى وصلنا إلى التتويج الكبير لمنظومة الإعلام المصري من خلال منظومة الشركة المتحدة بقنواتها بمواقعها بمنصاتها جميعا وبكل أدواتها، عشان تكون هي ترجمة لهذا الإعلام اللي هو إعلام من أجل الدولة. الدولة اللي كانت بتخوض معركتين، معركة مع الإرهاب من أجل بقائها، ومعركة من معركة التنمية من أجل طيب. بنائها. دكتور محمد، حضرتك ذكرت أنه في فترات سابقة كان الإعلام المصري لا يعبر عن رأي الدولة المصرية أو رأي الشعب المصري، والآن وضع الإعلام اختلف بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهو ده اللي تابعناه في المشهد الأخير. إلى أي مدى موقف الإعلام المصري الحالي أو النضج اللي فيه والنجاح في الإعلام المصري في دوره المرجو منه يعبر عن الجمهورية الجديدة بكل أضلاعها؟ بص، عشان نجاوب على السؤال ده، إنه يعني كيف وصل الإعلام المصري إلى هذا الاكتمال وهذا النضج، فلا بد ان نسال هو ايه اللي عمله الاعلام المصري. وخلينا نتكلم بدايه من الانتخابات الرئاسيه، من بدايه الدعوه للانتخابات الرئاسيه. اولا الاعلام المصري في اول خطوه، لانه يعني حضرتك كما تعلمي المهمه الاساسيه للاعلام هي الاخبار، هي تنوير المجتمع بما يحدث فيه من احداث. فكان اول خطوه انه الاعلام المصري كان سريع جدا في نقله للاخبار، فاصبح هو المصدر الاساسي للخبر بالنسبه للمواطن. يعني المواطن بدا ياخد الخبر بتاعه من الاعلام المصري، ما بقاش عندنا فكره التاخير وفكره التاني دي وفكره انه لسه الاخبار ما بتطلعش. لا، انا كمواطن مصري باخد الخبر من الاعلام المصري، لقينا القنوات بتاعتنا ولقينا المواقع بتتابع كل المؤتمرات اللي بتحصل عشان العمليه الانتخابيه، بتنقل كل التفاصيل، فانا بقيت المصدر. وعارفه انه في قاعده في الاعلام دايما تقول ايه؟ من يروي الحكايات يحكم. طبعا. بمعنى انه مصدر المعلومه الاول هو اللي بيكون وجهه النظر عند الناس، وانا قدام طبعا. دوله مصريه بتريد ان تكون لدى المواطن وجهه نظر، هذه وجهه النظر بتتفق مع الصالح العام للدولة اللي هو الشعب جزء من مكوناته. فده أول حاجة. تاني حاجة إنه إحنا كنا قدام انتخابات رئاسية تعددية ومتنوعة. بمعنى إنه عندي مرشح مستقل وثلاث مرشحين جايين من أحزاب. الإعلام هنا مارس، ويمكن أنا بحيي المجلس الأعلى للإعلام على توصيف العدالة الإعلامية اللي استخدموه النهارده في البيان اللي أصدروه، إنه في عدالة إعلامية مورست مع المرشحين الأربعة. أنا لقيت إنه المرشحين بيتكلموا في كل البرامج، بيتكلموا في كل المواقع، بتتنقل المؤتمرات بتاعتهم. جت الشركة المتحدة في سابقة الحقيقة ومنحت كل مرشح 100 دقيقة مجانا، يعني يتمكن من عرض برنامجه ويقول للناس أفكاره. فبقى عندي حالة من الزخم اللي خلت، على فكره كان هذا سبب من اسباب الاقبال، لانه المصريين خرجوا للتصويت في هذه الانتخابات اللي اجريت في جو خالي من القلق، خالي من التوتر، خالي من الغموض. انا قدام اربع مرشحين انا كمواطن عارفهم وعارف برامجهم وعارف اهدافهم وعارف بيقولوا ايه، فانا عارف انا خارج يعني اختار من بين مين. فدي دي الخطوه الثانيه اللي هي فكره العرض الشامل للمرشحين ولبرامجهم، وعرفني بيهم وهم طبعا. الخطوه الثالثه اللي هي بدات مع انطلاقه التصويت في الخارج اللي هو يوم 1 2 و3، ثم التصويت في الداخل اللي هو عندي 10 و11 و12. فكره ايه بقى؟ انه انا عملت نوع من حمايه الراي العام عندي، بان انا كنت بنقله خطوه بخطوه
ولحظه بلحظه ما يحدث امام اللجان. احنا كنا عندنا حوالي 11600 لجنه. تقريبا الاعلام المصري بقنواته ومواقعه ومنصاته غطى كل هذه اللجان، نقل بالصوت والصوره ما يحدث، وهو ما انعكس على انتخابات الداخل ايضا. دي نقطه مهمه جدا، وكان ده في الداخل، فعمل نوع من الحمايه الاستباقيه من انه انا ادور زي ما كان بيحصل زمان، ادور على اخبار بلدي في قنوات تانية او في منصات تانية. فهنا ده الدور الاساسي اللي الاعلام قام بيه في هذه الانتخابات. ده حقيقي، وهو ما اثر بشكل كبير على المشهد الانتخابي وعلى صناديق الاقتراع. كان يعني ربما الدور الاكبر او دور كبير منه دور الاعلام المصري. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الباز الكاتب الصحفي الكبير. هعود مره اخرى لضيوفي في الاستوديو الاستاذ مصطفى. حابه افتح معاك نقطه يعني متابعه الصحف والوكالات الاجنبيه ل الانتخابات الرئاسية المصرية. كان الأستاذ ديار رشوان رئيس هيئة الاستعلامات أكد أنه في 500 مراسل وصحفي أجنبي من أكثر من 33 دولة بيتابعوا الانتخابات الرئاسية المصرية بشكل مستمر على مدار الثلاث أيام وأيضا في الخارج. قراءتك لهذا الرقم ودلالاته وإلى أي مدى يدل على أهمية هذه الانتخابات للعالم؟ إحنا كان عندنا طبقا للارقام المعلنه 528 متابع دولي بيمثلوا 115 وسيله اعلاميه وصحيفه دوليه، بجانب ال 70 وسيله اعلاميه مصريه تتابع تغطيه الانتخابات. اعتقد ان التقرير اللي طلعته هيئه الاستعلامات وقاله الاستاذ ضياء رشوان لم يتم رصد تقرير سلبي واحد من قبل وسائل الاعلام الغربيه اللي بتتابع رصد العمليه الانتخابيه، وان هم لقوا يسر وسهوله في التحرك والتنقل فرادى مش في جامعات وبدون توجيه من حتى حد. الطلبه يروحوا يغطوا في شمال سيناء. صحيح، راحوا. فكل التقارير كانت ايجابيه، وان كنت يعني بشكل شخصي انا لا اعول على الصحافه الغربيه في تغطيتها لاي شيء مصري او عربي بعد السقوط المخزي لهم في تغطيه احداث قطاع غزه. فيعني وصلت القناعه الشخصيه ان الناس دي لا مدحوم لينا هيسعدني طبعا، ولا ذمهم فينا هيزعلني، ولكن الشفافيه ولكن الكبيره اللي كانت عندنا اسكتت ما يمكن ان يحدث. صحيح، سواء كانوا موجودين او ما كانش موجودين، الدوله المصريه من اللحظه الاولى اعلنت عن شفافيه كبيره وواضحه، لان يعني القوانين التي نظمت العمليه الانتخابيه هي نتاج لما تم طرحه في الحوار الوطني اللي دعا ليه سياده الرئيس. الاربع مرشحين هما نتاج لاعاده احياء الحياه الحزبيه من جديد مره اخرى في مصر. احنا قدامنا سنه تقريبا من دلوقتي على انتخابات البرلمان وانتخابات المحليات. الاحزاب بقى عندها فرصه ذهبيه ان هي يعني تستجمع قواها، تعيد صياغتها زي ما يوسف قال. لازم كل الاحزاب تبني قاعدتها على الشباب، لازم تصنع برامج تخاطب بيها الشباب، لازم تتوغل داخل عقول الشباب علشان هم دول المستقبل. كل الاحزاب المصريه تعاني من ان الجيل القديم لا يزال مسيطر، لا يزال يتحكم، لا يزال يضع البرامج الانتخابيه والتصورات الحزبيه. حان الوقت ان تعيد الاحزاب المصريه واحزاب المعارضه تحديدا لغه خطابها، برامجها الخاصه ورؤيتها لتخاطب جيل الشباب الجديد. لن تكون هناك حياه حزبيه في مصر دون ان نلتفت للشباب ونمنحهم الفرصه للقياده. اتمنى ان نجد يعني مساعد رئيس حزب كوادر داخل الاحزاب يسيطر عليها الشباب، لان دول هم مستقبل البلد ديت. الحركه المدنيه كمان اخطات خطا كبير هشير ليكي عندما قررت ان تتخلى عن يعني المشاركه في الانتخابات وتترك مرشح بحجم فريد زهران بمفرده في هذه الانتخابات بعد انضمام ثلاثه احزاب تقريبا ليه. اعتقد ان احزاب المعارضه والطار المدني يجب ان يعني يعتذروا عما فعلوه في هذا المشهد الانتخابي بالاعتذار عنه او بتركه وترك فريد زهران المرشح الرئاسي يخوض غمار الانتخابات لوحده. المعارضه في مصر لازم تتوحد، لازم تعرف ان المستقبل هو في الاشتراك، هو في لغه الحوار، ونبتعد نهائيا وتماما عن لغه الرفض والتخوين والدعوه للمقاطعه، لانها اصبحت يعني لغه واسلوب لن يقبله الشارع المصري ولن تقبله الحياة السياسية في مصر. أعتقد ده كمان كان دور الحوار الوطني، وهو يعني
وضع كل الأحزاب على طاولة واحدة في كل صحيح. المجالات ليكون رؤية وطنية واحدة باختلاف التوجهات والأفكار. صحيح. في النقطة دي عايز أسأل الأستاذ يوسف، يعني إحنا أمام أول انتخابات تعددية حقيقية في مصر بهذا الشكل، وده أرجعناه للنضوج الحزبي والسياسي في مصر نتيجة عوامل كتير حضرتك تفضلت وذكرتها. حضرتك شايف إزاي المشهد السياسي والحزبي في الفترة القادمة في مصر، وخاصة أن احنا داخلين على انتخابات برلمانية؟ خليني قبل ما أجاوب على حضرتك، أنا عاوز أوجه الشكر أولا للحملات الانتخابية. ليه؟ لأن هي ساعدتنا كإعلام، لأن هي تعاملت مع الانتخابات بخطاب انتخابي سياسي. لم يحدث أي تجريح من جانب حملة ضد حملة أخرى. كان كل حملة مركزة على برامجها وطرح رؤاها والتواصل مع الشارع. فده ساعدتنا احنا كإعلام، وده برضو جزء من ارتباطا بالحوار الوطني. يعني ده الحوار الوطني ساعد زي ما انت حضرتك قلتي ان في طاولة واحدة بتجمع الجميع بيتحدثوا ويتحاوروا، الهدف هو المصلحة العامة وليس مصلحة حزبية ضيقة. فدي نقطة مهمة جدا. الاستعداد للانتخابات البرلمانية او المستقبل الحياة السياسية، هعيد تأكيد كلام اللي ذكره زميلي مصطفى، الأحزاب محتاجة فيها، احنا وصلنا مرحلة النضج السياسي لدى الأحزاب، الأحزاب بدأت تسمع الخطاب الشارع، لكن احنا محتاجين حركة أكتر في داخل الأحزاب. مش بس تمكين الشباب، بتكلم على فكرة التعامل مع قضايا الشارع. النهارده بتكلم على من ضمن شهداء الانتخابات، يعني مش هقول بس من واقع المتابعه بتاعتنا، النهارده مفيش حد بيتكلم على مقاطعه. انت النهارده دي بقى اصبح بالماضي. صحيح. دي مصطلحات اصبحت صحيح. مش بس مرفوضه، بقت منبوذه من الشارع. حتى فكره من بعض الشواهد اللي موجوده في التصويت ان الاصوات الباطله مش يعني عددها قليل جدا. صحيح. جدا جدا. فده معناه ان الشارع نفسه نضج، حصل نضج كمان في ثقافه الانتخاب. الثقافة عندنا الانتخابية والثقافه الانتخابيه والثقافه السياسيه والثقافه المجتمعيه لدى الشارع نفسه زاد، وبالتالي الاحزاب مطالبه ان هي تسير مع هذا النضج، مع هذا الوعي. ده يحصل ازاي؟ النهارده تجربه الانتخابات هي تجربه كاشفه، مش بس الاحزاب الثلاثه اللي كانت موجوده بمرشحينها او الاحزاب اللي كانت داعمه للرئيس المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن هي كاشفه لكل القوى السياسيه. اولا أول حاجة بتقول لهم أن العمل الحزبي هو الأساس. ده حقيقي. مفيش حاجة اسمها، معلش يعني خلينا نتكلم بوضوح، مفيش حاجة اسمها أنا فرد. مفيش حاجة اسمها كيانات سياسية. مفيش حاجة اسمها كيانات غير شرعية. الفكرة كلها في اختلاف التيارات والتوجهات، ولكن التوجه يجب أن يكون وطني. وطني بس يكون على قاعدة أحزاب، وده كان ده من ضمن المؤشرات المهمة في الانتخابات وحتى ما قبلها في الحوار الوطني. النهاردة بتكلم على أحزاب، فمعنى كده ان الشارع اصبح لافظ يلفظ اي حاجه تاني غير احزاب. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكركم على الحوار الهام والشيق الاستاذ يوسف ايوب رئيس تحرير جريده صوت الامه. برحب بحضرتك او بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الحوار. واستاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريده الوطن، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا، وبشكر يوسف. شكرا ليكم، وبشكر مشاهدينا الكرام على متابعه هذه الحلقه وهذا الحوار الهام. في نهايه الحلقه بشكر حضراتكم، وتصبحوا على الف خير.